طيبين ورمضان كريم ان شاء الله. حلقه النهارده ترجلشنا ضفت النهارده ارق من السيمون في مين اطعم من المارون جلاسيه وفيها من الباتون ساليه. اقول لكم ايه ولا ايه؟ الامم المتحده والمجلس القومي للامومه والطفوله هيزعلوا عشان احنا هنزعلها. الحقيقه فكرت كتير قبل ما اعمل فيها المقلب وقلت لنفسي ده ايه يا اخي؟ مفيش قلب، مفيش رحمه، مفيش دم، مفيش اطعم من كده. ضيفتنا النهارده اللي احلى من الكاندي ساندي. يا ساندي بحبك، حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي، نضرتك بالصيف، نضرتك بالشتي، هاي كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت؟ منيح والله. بتحكي عجب لبناني كمان. بس حجزين المشوار. لا لا حلو قوي. هو مره اجي سايد ده من لبنان يعني دايما كنت ببقى بيروت. وبيكون الاجواء زحمه وكده، لكن الطبيعه دي ما شفتهاش قبل كده فحلوه قوي. هلا رح ننزل لتحت نتصور شوية مع الأولاد. رح صورك شوية لوحدك وشوية مع الأولاد وبعدين بترجع بتكفي على الحفلة. فتحت الرسالة حروف ضايعي. ساندي جاية تحتفل بالأطفال في بيروت، والحقيقة اختيارنا في محله. هي صحيح في السن شابة لكن في الحجم طفلة. يلا ساندي، يلا يا ماما، يلا مش عايزين نتأخر على الاحتفال. علي علي كويك كويك ده ايه يعني؟ عشان انت سريع ولا ايه؟ سريع. هنلعب مع بعض ونغني وكده. ساندي فيها نقعد شوية هون على الحفة مع الولاد هنتصور. كل من الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل. كل من الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل. نورت لبنان. اهلا. ثانك يو. ان شاء الله بخير. تفضلي. الحمد لله. عازبك سنتر بس؟ اول واحد. كده خلاص. شو كيف لقيت لبنان؟ لا حلوه كتير. انا جيت كذا مره يعني مش اول مره باجي. وجيت على جبال هون ولا لا؟ لا لا دي اول مره بس حلوه قوي. اوكي. بتحب الجبال؟ اكيد. اي انا بحب يعني اكتر بلد شفت فيها جبال حلوه. أيوة. بس اكتشفت ان هنا كمان احلى في ميونخ في المانيا. اها. لا حلوه قوي بجد. اوكي.
نورت لبنان على كل حال. يعني شكرا بيخلي. شكرا قوي. رقم 19 رامي. نعم بوس. مبين عندي على السيستم ان السيارة طالعة الجبال، ليش طالع؟ بوس عندي شغلة بدي اقطعها وبرجع. كيابك توا؟ معي الفنانة ساندي من مصر. يا الله شو مهضومة هالمرة مثل القمر. شكرا. هو بيسمعني؟ ايه. شكرا. مهزوز كتير انت عم تطلع فيها الحقيقة. ايه بوس شكرا. اكتموا خلص مشوارك واحكيني. حاضر من عيوني. احتمال عوزك بعد هيك. حاضر من عيوني. الله معكم. الله يحفظك شكرا. كبير الراجل ده ختيار يعني؟ لا هو بوس صاحب الشركة. صوته عجوز قوي بس انا بيضحكني الناس اللي بتتكلم كده. حفظك اليوم من هون. عنا الطريق كتير خطرة هون. ما انتو رامي. يا أستاذ مبين عندي على السيستم إنك مش عم تمشي. يا أستاذ واقف. إحنا يا أستاذ إحنا واقفين. إحنا واقفين أنت سامعني؟ إيه إيه وين رامي؟ ما بيردش عليا وإحنا واقفين على طرف جبل. أكيد زعلتي. هنقع. شو صاير؟ هنقع. يا الله صدرك يا الله. وين رامي؟ وين رامي؟ مش بيرد عليا. ما هو أنت سامعني وزعلك مش سامعني يا أستاذ رامي. أهم شيء السيارة. السيارة صار لشي. سيارة ايه؟ مش عامل لها سيرون. يا الله يا أستاذ بنموت يا أستاذ. اخترب بيتي. اخترب بيتك. احنا بنموت يا فندم. انت سمعني؟ معي سنت سانتي الفنانة سانتي معي. ايوه يا سيدي لا انا زفتة. خبريني شو صار يا أستاذ. احنا واقفين على طرف الجبل وعربية عمالة تتمرجح فينا. سمعني ولا انت بتستهبل؟ اكيد بستهبل. يا الله يا الله ما تتحرك كرمال السيارة ما تقلب.
لا يا ستي لا، انا كده هضعف يا استاذ عشان خاطري رد عليا. الله يخلي لي اياكي. اشحت الشحطه. يعني ايه يعني ايه؟ عم بحكيكي بالمصري. جنبك شحطه اشحطيها. اعمل ايه يعني؟ مش فاهمه. اهم شيء السياره. السياره صار لها شيء. يا عم صار لها شيء؟ انت راجل غبي قوي. يا الله يا الله، مش عامل لها سيرونز يا سيدي؟ بامن عليها بس نزلني من هنا. انت عامله سيرونز لحالك؟ لا يا سيدي مش عامله. عندي الك عرض سيرونز على الحياه بيعقد. سنتي يا سنتي سنتي. بعدك عايشة؟ انت عايشة؟ ايوه يا حي. الحمد لله الحمد لله. يا استاذ انا معيش تليفوني يا استاذ عشان اتصل باي حد. سنتي سنتي بحبك كتير. يا استاذ بتحبيني ايه؟ انت مجنون والله. اكيد طبعا انا مش طبيعي. شو صار؟ بحبك كتير مشان اسمك على اسم امي زبيدة. بقولك واقفين على صخرة وعربية بتتمرجح. راح احكي الشرطة هلا. طب انت ما تتكلمش معايا، اتكلم مع الزفتة. روي بالك، تقول الونش تيجي يسحب السيارة. ارجوك احنا متعلقين في صخرة ممكن تتكسر في اي لحظة. ما تعتلي هم. فانتي فيكي هلا تزعة الزعتورة. انت بتقولي انا مش فاهم منك حاجة. على فكرة انا بتكلم لبناني كويس، مش فاهم منك حاجة. تزعة الزعتورة الايه؟ السلليري عم بيدق. اهلين حبيبتي، كيفك؟ صباح. شو طبخة انتي؟ يا استاذ احنا بنموت يا استاذ، وانت بتقول لها صباح؟ ده مجنون، ده عبيط ولا ايه ده؟ يا استاذ العربية عمالة تنزل. دي كان لازم تيجي ومعاها ولي امرها. هلا عملتلك تليفونات على اعلى مستوى. اعلى مستوى؟ انت عمال تقول لها كيفك وشو طبختي؟ انت بتستهبل؟ بحكي مرتي بحبها بدوب فيها دوبات. طب انت هتموت فيها دوبات لما عربية تتلاقي تسلم فينا. ما عندك دوزنفون؟ عندي ايه؟ اهم شيء السيارة. مين على ابو السيارة يا اخي؟ ليش قلة الاخلاق يا مرة؟ هو العظيم انت اللي بعدك عايشة؟ ربنا ياخدك. بدي قهوة حلوة وقنينة مي. عصبتني طلعتني من تيابي. تيابك ايه؟ ربنا ياخدك. كل من الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل. كل من الخوف اتحول وهاني اهو هز الجبل. هلا الوينش وصل. راح يسحبك الورش. لو سمحت بسرعة، لو سمحت احنا هنقع. سلامة ايه حضرتك؟ يلا نزلني من هنا. سنتي سنتي اسكت بقى. فتا تنسيون، الوضع كتير خطر. انت عزام تكلم فرنش زبالة زيك. اذا معك شي معدن كبي على دعسات السيارة. معيش زفت معدن. اهم شيء السيارة. يعني على ابوك لابو السيارة يا شيخ. سنتي سنتي يا سنتي يا مرة ردي عليا يا مرة. بعدك عايشة؟ مش قادر اتنفس. ابوس ايدك اسكت بقى. ليش بتلبسي شورت؟ كل غنيتك. معلش ليش؟ معلش اهو ربنا بيعاقبني بيك. راح احكي الشرطة مشان تسحب الشورت. مشان تسحب السيارة. بعدك عايشة؟ ربنا ياخدك يا اخي. يا رب اموت عشان ترتاح مني. ليش هيك؟ عشان تبوظ السيارة وترتاح. استر يا الله. انت راجل نحس على فكرة، والله العظيم انت راجل نحس. في حدا من اهلك يعرف انك هون؟ مشان لا سمح الله صار لك شيء. يا رب. في حدا يعرف انك هون؟ يا عم اسكت بقى اسكت. فيني اعدي الاستمارة اخد بيانات كرمال لا صار لك شيء لا سمح الله. لا سمح الله ليه؟ ما يسمح الله. اسكت بقى. الاسم مثل ما مكتوب بالباسبور. يا رب شغلنا فيه. سنتي الاسم النوع ذكر ولا مرة؟ بقولك بموت. سنتي الله.
بعدك عايشة يا مرة. يا مرة استنى راح يصير كتير ببعادك عنا. يا الله الظهر صار لا شيء. شاك يا شاك انا اخر واحد سمع صوتها. الله بيحبني لان بحب لبنان. لبنان تكرمها. انت بعدك عايشة يا رب. وين حدا؟ يا الله سترك يا الله. السيارة مش السيارة. مش عم تبكي السيارة صار لشي. سامتي ايه النور الثاني لطش. يا الله السيارة. عم تسمعيني يا عم؟ اسكت بقى. استاذن بالاذن استئذان يا استاذ. ابوس ايدك اسكت بقى. اسكت. ابوس ايدك ابوس ايدك. احنا متعلقين في الهواء. ابوس ايدك اسكت بقى. ما راح اتاخر. كفايه كفايه حرام. دي قد كده يا جماعه. دي سنتي بجد. سامعاني؟ أنا هاني رمزي. ساندي 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 جورج جورج هاتها هاتها. ساندي 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 فوق. ساندي أنا هاني رمزي. أنا هاني رمزي حبيبتي. أنت زي القمر. أنت زي القمر. ساندي ساندي أنت كويسة. ما تخافيش أنت كويسة. سوري أنا آسف. أنا آسف بجد. سوري سوري. خدي مية. خدي اشربي مية. خدي اشربي مية. بقى مية بقى مية بقى مية. صدقيني كنت في أمان بس لعبناكي شوية. معلش أنا آسف. عايز اقولك بجد بجد انت صعبت عليا جدا بجد صدقيني. خلاص هصرخ لبابا مش حاجة. انا كويس. طب اهدي. هات راسك بس. تعالي 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 تعالي. ده انت قطعتي قلبي. مش قادرة اقف. مش قادرة تقفي. طب اقعدي مش قادرة اقف. اهدي اهدي خالص اهدي خالص. لعلمك صدقيني انت كنت في امان. خلاص والله الحمد لله. الحمد لله بجد بجد. انا خفت. انا خفت عليكي دلوقتي. قلت لهم هاتوا لي ساندي دي رياضيه. لا لا المنظر بشع قوي من فوق وانا بخاف اصلا من الحاجات العاليه. عندي فوبيا بس مالهاش دعوه بالرياضه خالص. تعالي بقى يا عروسه. تعالي تعالي. مبروك مقدما. مبروك ايه؟ الناس اللي مش عارفه تخلف خالص. بس حد يعمل كده قبل الفرح؟ حد يعمل فيها مقلب؟ يا مصر احتفل بفرحك وتبسطي وتسكت اللي حصل لي. اوكي نقول للناس كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. لابت في الخن حلنج ودقرم وسهول.
هاشم هكبس بن وهعالجه على حسابي. اللي يعيط ويقول اي يطلع مستوي قوي مش ناي فيه الروح ويا دوبك حي ويصوت يا خرابي يا خرابي يا لهوي يا هتتخموا ده كل هلف على مشامه.